السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد أسهل طريقة لحفظ جدول 9. يلا كده يا محمد معايا، هنكتب الجدول 9 × 5. هنعمل ايه يا محمد؟ هنكمل 10. أكمل 10 ونقص 1. أكمل 10 ونقص 1 تاني. أكمل 10 ونقص 1 يعني ايه يا مز؟ يعني الرقم اللي هضربه في التسعة أنا أكمل العشرة واكتبه، وبعد كده انقص من نفس الرقم ده ايه؟ 1. يلا كده يا محمد، 9 × 5، الخمسة دي فضلها كام علشان توصل للعشرة؟ 5. نكتب الخمسة، انقص من الخمسة دي ايه؟ 1، واكتبه في خانة العشرات، يبقى اكمل 10 ونقص 1. طب 9 × 6، الستة فضلها كام علشان توصل للعشرة؟ نكتب الأربع ونقص 1 من الستة، 5. بكتب، برافو عليك. طيب 9 × 7، السبعة فضلها كام علشان تكمل 10؟ 3. نكتب التلاتة ونقص 1 منين؟ من السبعة، تبقى كام؟ 6. 9 × 7 بكام؟ 63. طب 9 × 8، أكمل التمانية خليها 10، تبقى كام؟ 2. نكتب الاتنين ونقص 1 من التمانية، تبقى كام؟ 7. يبقى 9 × 8 بكام؟ 72. طيب 9 × 9، فضلها كام التسعة عشان تكمل؟ 1. ونقص 1 من التسعة، 8. يبقى 9 × 9 بكام؟ 81. برافو عليك. تعال نكمل الناحية التانية، 9 × 3، التلاتة فضلها كام عشان تكمل 10؟ 7. نكتب ونقص 1 من التلاتة، يبقى 9 × 3 بكام؟ 27. طيب 9 × 2، الاتنين عايزة كام علشان توصل للعشرة؟ 8. نكتب التمانية ونقص 1 من الاتنين، واكتب في خانة العشرات، برافو عليك. 9 × 4، الأربعة فاضلها كام علشان أكملها 10؟ 6. ونقص 1 من الأربعة، تبقى كام؟ 4 × 36. يعني 9 × 5 بكام يا محمد؟ 9 × 5 = 45. 9 × 6، 54. 9 × 7، 63. 9 × 8، 82. 9 × 9، 81. 9 × 3، 9 × 2، 9 × 4، 36. شكرا، بارك الله فيك، احسنت يا محمد، سقفولي لمحمد. الطريقه دي هتصلح للتلاميذ اللي مش قادرين يحفظوا، لكن اللي قادر يحفظ لوحده تمام. دي طريقه تاني لو حد مش قادر او بينسى الجدول يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.